أبنائي طلاب الصف الثاني أهلا ومرحبا بكم أبنائي في درس من دروس مادة التربية الإسلامية وفي مجال القرآن الكريم ومع سورة الزلزلة أهداف درس اليوم في درس اليوم أبنائي سوف نتدرب على تلاوة الآيات تلاوة صحيحة سليمة. كذلك سوف نستنتج المعنى العام للآيات من خلال مناقشة المفردات. هل أنتم جاهزون أيها الأبطال؟ إذا فلنبدأ جميعا. أصدقائي، تأملوا معي هذه الصور التي أمامكم. ماذا نجد في الصورتين؟ بارك الله فيكم أبنائي. في الصورة الأولى صورة ولد يسخر من زميله، وهذا بالطبع من أعمال الشر. وفي الصورة الثانية المقابلة نجد ولدا يقرأ القرآن الكريم، وهذا عمل بالطبع من أعمال الخير. أعمال الناس أبنائي بعضها شر وبعضها خير. والله عز وجل يوم القيامة سوف يجازي المحسن على احسانه خيرا ويدخله الجنه اما المسيء الذي يرتكب الشر فسوف يحرم من الجنه ويكون مصيره النار ابنائي الاعزاء يوم القيامه سوف يكون هناك ميزان ذو كفتين توزن فيه اعمال العباد بالطبع لن يكون كهذا الميزان لاننا لم نره من قبل لكن الله عز وجل سوف يزن اعمال العباد من عمل مثقال ذره من خير سيحاسب عليها وسيجازى على الخير خيرا اما من ارتكب الخطا والشر فسوف يجازيه الله عز وجل على ذلك عقابا شديدا ابنائي الاعزاء هذه هي اداب التلاوه أحب أن أذكركم بها وأريد منكم أن تطبقوها جيدا عند الاستماع إلى الآيات الكريمة من سورة الزلزلة. من هذه الآداب كما تعلمنا سابقا أبنائي الحرص على الوضوء، ثم وضع المصحف في المكان المناسب واللائق به، ثم الإنصات الجيد للمعلم حين يقرأ، كذلك أيضا الجلوس بأدب وهدوء واحترام هل أنتم مستعدون أبنائي؟ إذا حافظوا على آداب التلاوة وأنصتوا جيدا لتلاوة للآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره". "ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أبنائي الأعزاء، هذه تلاوة أخرى، استمعوا إلى المصحف المعلم ورددوا من خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها

صدق الله العظيم. أبنائي الأعزاء، وهذه تلاوة سوف أقدمها لكم وعليكم أن ترددوا من خلفي. هل أنتم مستعدون يا أبطال؟ إذا هيا بنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها {يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ صدق الله العظيم. أبنائي الأعزاء، لتأكيد حفظ السورة الكريمة، يجب علينا أن نعيد تشغيل الفيديو من جديد. أبنائي الأعزاء، جاء دوركم الآن لتساعدوا معي حمد في تلاوة هذه الآيات الكريمة، لنرى ما عند حمد من بطاقات. ماذا لديك يا حمد من البطاقات؟ هذه هي البطاقة الأولى. حاولوا أبنائي أن تقرأوا هذه العبارة أو هذا الجزء من الآية الكريمة. فلنقرأ أبنائي هذه البطاقة. "وأخرجت الأرض أثقالها." "وأخرجت الأرض أثقالها." أحسنتم أبنائي، هيا لنرى ماذا عند حمد أيضا. ساعدوني يا أبنائي في قراءة هذه الآية أو هذا الجزء من الآية. أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي يومئذ تحدث أخبارها رددوا أبنائي يومئذ تحدث أخبارها أحسنتم ماذا لديك أيضا يا حمد؟ هذه آية فلنقرأها يا أبنائي هيا سعيد حمد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بارك الله فيكم، أحسنتم يا أبنائي الأعزاء. أبنائي وطلابي الأعزاء، انتهينا بذلك من التدريب على تلاوة الآيات الكريمة من سورة الزلزلة. والآن جاء دوركم لنحاول معا ان نستخرج المعنى العام للايات الكريمه من خلال مناقشه المفردات اريد منكم ان تشاركوني ابنائي في هذا النشاط ابنائي الاعزاء الايه الاولى من السوره اذا زلزلت الارض زلزالها ما معنى زلزلت احسنتم ابنائي زلزلت بمعنى تحركت واضطربت وهذا المشهد يكون دليلا على قيام الساعه او قيام القيامه والمقصود قيام الساعه اي يوم القيامه واخرجت الارض اثقالها عندما تتزلزل الارض وتدور بقوه وشده فانها تخرج ماذا تخرج الارض اثقالها وما معنى اثقالها بارك الله فيكم ابنائي اخرجت الارض اثقالها اي اخرجت ما بها من كنوز واموات ثم تاتي الايه بعدها وقال الانسان ما لها ما المقصود بالانسان في الايه الكريمه الانسان هنا ابنائي الاعزاء يقصد به الكافر الذي لا يؤمن بالله تعالى فهو يتعجب من قيام الساعه ويتعجب منكرا لقيامها كان في حياته الدنيا ينكر الساعه ولا يؤمن بها وها هي الان تقوم امام عينيه يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها ما المقصود بالايتين الكريمتين تتكلم الارض عن افعال اهلها من الخير او الشر ذلك يوم القيامه لان الله عز وجل قد امرها بذلك فتخبر ان هذا فعل خيرا وهذا فعل شرا ليحاسب كل منهما على ما فعل يومئذ يصدر الناس اشتاتا ما معنى يصدر يصدر الناس بمعنى يخرج الناس اي يخرج الناس من باطن الارض وما معنى اشتاتا يخرج الناس اشتاتا اي متفرقين يتفرقون فلا يدري احدهم اهله واصحابه ذلك ابنائي لشده وهول ذلك اليوم العظيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ابنائي الاعزاء ما معنى مثقال ذره مثقال ذره اي وزن نمله الذره عند العربي تعني النمله الصغيره تعرفون هذه النمله الصغيره فمن فعل عملا بوزن نمله صغيره فانه لا يهمل وانما يحاسب عليه اما جنه او نار واعمالنا توضع في الميزان يوم القيامه فمن زادت حسناته دخل الجنه ومن زادت سيئاته دخل النار فما معنى مثقال ذره ابنائي مثقال ذره تعني وزن نمله والمقصود اصغر شيء ابنائي الاعزاء جاء دوركم الان لتخبروني عما استفدتموه من الايات الكريمه من سوره الزلزله ماذا تعلمتم يا ابطال فكروا تذكروا ماذا قلنا وماذا تعلمنا اليوم بارك الله فيكم أبنائي، أحسنتم، هكذا نستفيد أبنائي أن الأرض تهتز بشدة يوم القيامة، تعلمنا أيضا أن الله يحاسب الناس على أعمالهم يوم القيامة، كذلك أبنائي تشهد الأرض يوم القيامة بما عمل الإنسان من خير أو شر. يرى الإنسان أعماله يوم القيامة مهما كانت صغيرة. أبنائي الأعزاء جاء الآن دوركم لتشاركوني في حل التدريبات من الكتاب صفحة 23 وهذا هو التدريب الأول. ماذا يريد منا التدريب الأول؟ المطلوب أبنائي هو أن نصل من العمود أ ما يناسبه من العمود باء حتى نكمل الآيات الكريمة إذا زلزلت الأرض والسطر الثاني وأخرجت الأرض ثم التي تليها وقال الإنسان ثم يليها آخرا يومئذ تحدث وفي الجهه المقابله ما لها اخبارها زلزالها اثقالها فلنبدا يا ابطال اذا زلزلت الارض اكملوا ابنائي اذا زلزلت الارض احسنتم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض -بارك الله فيكم أبنائي هكذا وأخرجت الأرض أثقالها (وقال الإنسان أحسنتم) وقال الإنسان: ما لها؟ يومئذ تحدث (بارك الله فيكم أحسنتم) يومئذ تحدث أخبارها هكذا أبنائي، استطعنا أن نصل بين الآية وما يكملها في الجهة المقابلة، أبنائي الأعزاء، لدينا تدريب آخر، المطلوب منا الآن في التدريب رقم اثنين هو أن نحدد الإجابة الصحيحة من بين الخيارات، العبارة الأولى أو المفردة الأولى معنى اثقالها امواتها وكنوزها ام اشجارها ام جبالها فكروا ابنائي ما معنى اثقالها احسنتم ابنائي اثقالها تعني امواتها وكنوزها اجابتكم صحيحه يا ابنائي العباره الثانيه معنى اشتاتا ما معنى اشتاتا اشتاتا تعني مجتمعين ام متفرقين ام مسرعين ما معنى اشتاتا احسنتم ابنائي اشتاتا تعني متفرقين ثم تاتي المفرده الثالثه معنى يصدر يقول أم يعمل أم يخرج ما معنى يصدر؟ أحسنتم بارك الله فيكم يصدر تعني يخرج أبنائي الأعزاء بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم وكان حول سورة الزلزلة اوصيكم ابنائي بضروره الاجابه عن بقيه تدريبات الكتاب المدرسي وحفظ سوره الزلزله حفظا جيدا وسوف اسعد بسماع اصواتكم حين تسجلوا باصواتكم النديه السوره الكريمه وترسلوها لي عبر تطبيق تيمز اراكم على خير ابنائي ودمتم بعزه وخير اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته